ضربة البداية للمباراة والكرة الأولى لمنتخب جيبوتي صاحب المركز الأخير في هذه المجموعة الأولى يكتفي بصفر من النقاط منتخب جيبوتي في هذه المجموعة. كرة في وسط الملعب من محمد أمين بن عمر يمشي بالمحور لبلال المحصني المحترف في فريق باري اف سي. تمشي كرة لحمدي النقاز التوسيع من وابي الخزري الحرباوي كرة بالرأس والمتابعة من الحارس سهلة في دين حارس منتخب في مباراة هامة أكيد ربما تكون من أجل صدارة هذه المجموعة. جيبوتي يتحول إلى لومي لملاقاة منتخب توغو. يمشي نقاز نقاز استديو الهدف الأول الهدف الأول للمنتخب التونسي عن طريق نعيم سليتي. عمل كبير قام به حمدي النقاز يضغط قبل الحارس حسن قدي التمرير من نقاز ونعيم سليتي يمثل الهدف الأول للمنتخب التونسي ربع ساعة منذ انطلاق المباراة. نعيم سليتي هذه الكرة انطلقت من وابي الخزري إمهد النقاز وسليتي أمام شباك خالية يمثل الهدف الأول ويعطي أسبقية 1-0 للمنتخب التونسي في ربع ساعة منذ انطلاق المباراة. قلت أكيد هدف في توقيت مبكر يسهل مهمة المنتخب التونسي في هذا اللقاء. إذا تتغير النتيجة عن طريق المحترف في فريق ريد ستار أول ظهور ليه مع المنتخب التونسي. نعم التمرير للنقاز قبل التماس حمدي النقاز مع محمد أمين بن عمر يطلب كرة الحرباوي ممتازة تمريرة الحرباوي النقاز النقاز يسدد في الشباك الجانبية سريعة كان تبادل الكرة بين الحرباوي والنقاز تنتهي بتسديد من بين أحسن لاعبي الأروقة في الدوري التونسي في السنوات الأخيرة لعب النجم الرياضي الساحلي حمدي النقاز 23 عام من مواليد أكتوبر 92 كرة ثابتة داخل مناطق جزاء المنتخب التونسي كرة ثابتة خطيرة قلت صحيح منتخب جيبوتي متواضع جدا لكن قلت يلعب دون ضغوطات على العكس تماما المنتخب التونسي المطالب بنقاط المباراة لتفادي مفاجآت الجولة الختامية عندما يستضيف المتصدر الآني لهذه المجموعة الأولى ليبيريا. كرة ثابتة خطيرة كرة ثابتة خطيرة التسديد على الأرض مسار والاستلام من علي معلول كرة التعادل تضيع على منتخب جيبوتي تسديدة قوية تصطدم بالعارضة ومرت سلامات على دفاع المنتخب التونسي. انطلقت المباراة بلال المحصني حط كرة حمدي النقاز حمدي الحرباوي ما يقواش ترجع في دفاع منتخب جيبوتي من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد يلعب كرة قصيرة لحسن موسى حسن موسى عبد الرحمن محمد ما يلزمش المنتخب التونسي يخلي جيبوتي يمسك الكرة وبالخصر يتعدى علي معلول وهي تسديدة علي معلول لم تكن مؤثرة في مرمى الحارس حسن قدي قوية لكن ما هيش مؤثرة تسديدة علي معلول هذه الإعادة بخارج الرجل اليسرى يبحث عن الزاوية المعاكسة في مرمى الحارس حسن تنفيذ من وهبي الخزري تنفيذ ثنائي من الخزري نعيم سليتو جول حمدي الحرباوي في عرضية من نعيم سليتي والحرباوي دون رقابة بالراس في شباك الحسن قذبو يمضي الهدف الثاني هذا الهدف الثاني قلت اللي يخلي المنتخب التونسي اكيد يدخل الشوط الثاني باكثر راحة. نعيم سليتي يسجل في الاولى ويماعد في الثاني نعيم سليتي عرضية ممتازة والحرباوي دون رقابة بالراس
في شباك الحسن قاضي يمضي الهدف الثاني للمنتخب التونسي مطلع دقيقة 45 44 دقيقة. منتخب التونسي يتقدم بهدفين لصفر. نعني حمدي الحرباوي حمزة الأحمر لكن قبله مرة أخرى حسين مادي ضعيفة ضعيفة كورته في دين رامي شريف موجودة المساحات من هجومات معاكسة عن طريق كل من رقم 11 حسين مادي و12 أبو بكر دار الجامع الثالث الثالث الخنيسي الهدف الثالث عن طريق طه ياسين الخنيسي والتمهيد مرة أخرى من حمدي النكاس يتمركز بين مدافعي المحور طه ياسين الخنيسي شوف تلب الكورة شوف التمركز من حمدي النكاس على غرار كورة الهدف الأول النكاس ماد النعيم السليتي في الثالث النكاس إماد والخنيسي بين ثنائي المحور أسبق من علي داود أسبق من عبد الرحمن محمد إغالة الحارس الحسن قديمو يمضي الهدف الثالث للمنتخب التونسي في دقيقة 59 دقيقة 59 تا ياسين الخنيسي يمضي الهدف الثالث للمنتخب التونسي تا ياسين الخنيسي ترجع كورة من حمدي النكاس للأمانة يعني إعجاب كبير بظهير المنتخب وبظهير النجم حمدي النكاس على مستوى الهجوم يعني مساندة كبيرة رغم يعني غير مرتبطة الأمور بتواضع مستوى وأداء منتخب جيبوتي شاهدنا حمدي النكاس في مباريات عديدة ومباريات عديدة مع النجم أو المنتخب كان وراء العديد من الامدادات والعديد من التمريرات الخطيرة والعرضيات عنده صبغة هجومية ممتازة أكيد رغم الفارق على مستوى البنية الجسدية شخصيا يذكرني بمحلل هذه المباراة ومحلل بي سبورتس الموجود في هذا الاستوديو حاتم الترابلسي رغم انه قلت هناك اختلاف على مستوى الفنيات والسرعة لكن عنده صبغة هجومية يلعب اكثر حمدي النكاس في مناطق المنافس يعني في هذه المباراة مارتين كان داخل مناطق منتخب جيبوتي ما هدف الهدف الاول لنعيم السليتي ومنذ لحظات كان وراء تمريرة والهدف الثالث ليحمل توقيع الخنيسي يسدد الخصري قوية لكن كورتو فوق مرمى الحسن قديبو هذه عادة لتسديد الخزري أو حمزة الأحمر مع المنتخب التونسي في ظل غيابات هذه كرة كرة تاع ياسين الخنيسي التمهيد لنعيم السليتي نعيم السليتي نعيم السليتي يرفع كرة الخنيسي محمد امين بن عمر بلقطة فنية لكن ضعيفة تقطع من علي داود علي معلول علي معلول يرفع في القائمة الأول والهدف الرابع الهدف الرابع بلال محسني بلال محسني من ركنية نفذها علي معلول رغم انه كان بين مدافعين ينجح بلال محسني في مباغتة الحارس الحسن قديبوه هذه الاعادة رغم انه قلت كانت فما رقابة من دفاع جيبوتي يسعد المحسني اعلى من الجميع ويحط كرة بالراس في مرمى قديبوه الهدف الرابع للمنتخب التونسي الهدف الرابع أربعة صفر بلال محسني بالمناسبة يسجل أولى أهدافه مع المنتخب التونسي في ظهوره السادس لاعب فريق نتيجة إيجابية رغم طبعا قلت ربما عدم الإقناع على مستوى الأداء
من جانب المنتخب التونسي. اكيد الامور الفنيه اثنيات المباراه قلت في الاستوديو التحليلي بالنسبه للاطار الفني وبالنسبه للمنتخب التونسي هو النقاط الثلاثه في هذا التحول الى جيبوتي في انتظار حسم بطاقه التعال وربما حسم تصدر هذه المجموعه في مواجهه الجوله الختاميه في شهر سبتمبر في رادس او في تونس ذات ليبيا.